أهلا بكم من جديد. في مشهد تاريخي لم يتكرر منذ عام 1923، أخفق مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له بعدما فشلت الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها رئيسا للمجلس. صوت جولات من التصويت لكن لم تكفي لحل الخلاف السائد بين الجمهوريين الذي يمنع حتى هذه اللحظة وصول المرشح الأوفر حظا كيفن ماكارثي لمنصب رئاسة مجلس النواب الأمريكي خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي. 20 نائبا جمهوريا يرفضون التصويت لماكارثي ويصوتون لمصلحة منافسه الجمهوري بيرون دونالدز في الجولات الماضية، ما جعل ماكارثي يفشل إذن في الحصول على أغلبية 218 صوتا التي تؤهله للفوز بالمنصب. إذن تتواصل جلسات التصويت في هذه الأثناء وسط تخوفات من أن يستمر الخلاف لأيام وحتى لأسابيع، وهو ما حدث في عام 1859 حينما لم يتفق أعضاء الكونغرس على رئيس إلا بعد 133 دورة واستغرقت شهرين. في سيناريو غير مسبوق منذ 100 عام يعاني مجلس النواب الأمريكي شللا كاملا، إذ أن الخلافات بين الجمهوريين حالت من دون تمكن النواب في اختيار رئيس لهم. وكان المرشح الأوفر حظا لخلافة نانسي بيلوسي هو الجمهوري كيفن ماكارثي، لكنه ينتظر أصوات نحو 20 نائبا من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يتهمونه بأنه معتدل جدا ويتعمدون عرقلة هذه العملية. ترامب دعا على شبكته للتواصل الاجتماعي حزب الجمهوريين إلى بذل كل الجهود لتجنب هزيمة وأن يصوتوا لمصلحة ماكارثي. على الضفة المقابلة يراقب الديمقراطيون الوضع على وقع ترشيحهم حكيم جيفريز الذي لا يتمتع بدعم عدد كاف من الأصوات لكي ينتخب رئيسا لمجلس النواب الأمريكي. مع تولي الجمهوريين الغالبية في مجلس النواب لن يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن والديمقراطيون من تمرير مشاريع كبرى جديدة، وقد تنعكس مواجهة مجلس النواب سلبا على سياسة بايدن في حال أكد نيته الترشح مرة أخرى عام 2024، وهو قرار سيعلنه في مطلع السنة. وأرحب إذن بضيفي من واشنطن دكتور ناصر فياض، الأستاذ في القانون الدولي والخبير في الشؤون الأمريكية. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. بداية، ما الأسباب وراء تعثر اختيار رئيس لمجلس النواب الأمريكي؟ يعني المرة الثامنة ويتم فشل في ذلك كبداية، ولكن أيضا تداعيات ذلك على اتخاذ القرارات، على اتخاذ التشريعات، على اعتماد كل ما يتم اتخاذه. نعم، يعني ما السبب؟ هناك أسباب عديدة ولكن نذكر أهمها. أن المحافظين في الحزب الجمهوري وهم 20 تقريبا رأوا أن هناك أقلية في الحزب الجمهوري، أقلية أكثرية في الحزب الجمهوري هذه المرة، ويستطيعون أن يضغطوا لتحقيق أجندتهم طبعا، وبدعم كامل من الرئيس ترامب الذي ساعدهم بالوصول إلى مجلس النواب، إلى الكونغرس هذه المرة. مع العلم يجب الذكر بأن هؤلاء هم ينتمون إلى حزب الشاي تي باري التي هي كانت قبل الرئيس ترامب، ولكن الرئيس ترامب استعملهم، الرئيس ترامب ركب موجتهم، الرئيس ترامب حاول عبرهم تنفيذ كثير من أجنداته. وعندما أصبح اليوم يعني في هذا الموقف لأنه يريد أن يكون المرشح التوافقي للحزب الجمهوري، قالوا له يعني نحن معك ولكن نحن كنا قبلك وعندنا أجندتنا الخاصة. ويعني مع العلم أنه هو الذي أفلت هذا المارد أو هذا الوحش، الآن هذا الوحش لا يسمع للرئيس ترامب فهو في موقف محرج منه. أما ما هي التداعيات، فالتداعيات هي خطيرة جدا وكثيرة جدا، يعني نستطيع تعديد الكثير منها، ولكن أهمها أولا أن هذا عدم انتخاب يعني الرئيس الكونغرس او المتحدث باسم الكونغرس يمنع كل الكونغرس من قسم اليمين من بدايه عمله، من تشكيل اللجان وخاصه اللجان الرئيسيه كلجان الدفاع والاستخبارات والخارجيه وغيرها، كما وانه يسبب ب يعني خلل في عمليه التوازن والمراقبه checks and balances التي هي
احد اهم اعمده لم تكن العماد نعم. الاساس يعني هذا بحسب الدستور الامريكي دكتور دكتور ناصر، يعني بحسب يعني الدستور الامريكي، ما الاشكاليات التي يمكن ان يتركها عدم اختيار رئيس مجلس النواب، يعني وخطوره استمرار ذلك، يعني هذا الوضع هو لايام وربما حتى لاسابيع؟ نعم، يعني كما ذكر تقريركم هناك سوابق في هذا المجال، هناك سابق في منذ 100 عام انه تم 9 جولات لكي ينتخبوا الرئيس، ومن في القرن ما قبل الماضي يعني اخذت اكثر من 2 شهر حتى يتم انتخاب رئيس الكونغرس. طبعا هذا يعطل الدولة، وهذا كما ذكرت لديه الكثير من المشاكل، ولكن القانون يقول أنه أولا يجب انتخاب المتحدث باسم الكونغرس السبيكر اوف ذا هاوس، وفيما بعد يجب تقسيم اليمين لجميع النواب وتشكيل اللجان وتشكيل لجان المراقبة وغيرها. لذلك يعني علينا أن ننتظر. أنا أعتقد أنه يعني ستأخذ هذه المرة فترة طويلة، لا أعرف إذا كانت تأخذ أشهرا، ولكن فترة، لأن هؤلاء هم يعني من المحافظين المتطرفين جدا. قد يحل هذا الموضوع بأن يعطوا ما يريدون، مما أشك به، لأن هناك الكثير من الأمور التي لا يستطيع مكارثي أن يأخذها، لأنه إذا وافق معهم هناك الكثير من المعتدلين من الذين رشحوا مكارثي سيتخلون عن مكارثي. طيب ما الخلاف السائد بشأن يعني دكتور ناصر؟ يعني الخلاف السائد بين الجمهوريين، يعني هؤلاء الجمهوريون العشرون ماذا يريدون حتى يصوتوا لمكارثي؟ هؤلاء الجمهوريون كما ذكرت هم من حزب الشاي الذي لديه يعني إذا أردت كره لأجهزة الدولة، يريدون أن تكون الدولة أصغر، يريدون الدولة أن لا تنفق الأموال والمساعدات، يريدون الآن من مكارثي أن يكون ليس له يعني أن يضعفوا هذا المركز وأن يقووا أنفسهم ليكونوا قادرين على الضغط عليه أي وقت يريدون لتنفيذ أجنداتهم. طبعا هم يعني ضد قضايا الهجرة، هم ضد الهجرة الشرعية والغير شرعية، لذلك يعني لديهم مطالب تاريخية كبيرة، وقد حصل أنهم يعني الآن وعددهم ليس أكثر من المرات السابقة، ولكن الفرق بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس النواب اليوم جعلهم يعني يحظون بأهمية أكثر، لأن أصواتهم هي مهمة جدا، ويحاولون ابتزاز مكارثي وابتزاز الحزب الجمهوري أو المعتدلين في الحزب الجمهوري، يعني من غير الدخول بكل الطلبات، لأن هناك مطالب منهم طبعا تعجيزية، وطبعا هناك يعني كمان كره لمكارثي من الكثيرين منهم، والذين أعتقد أنا حتى لو تنازل عن الكثير برضو لن يقبلوا بمكارثي، وقد يعني يضطر الحزب الجمهوري لاختيار شخص آخر على الصعيد الشخصي كي يكون من أكثر من مرشح. سريعا دكتور ناصر، من هو هذا الشخص الآخر؟ من الأسماء المرشحة باختصار شديد؟ يعني براندي الرقم 2 ممكن يكون هو الذي يقوم الآن ببعض النقاشات معهم، ولكن الصورة هي ضبابية برأيي الآن. مكارثي ما زال لديه الحظوظ، ولكن نرى كم سيعطيهم من التنازلات. شكرا لكم على المداخلة دكتور ناصر فياض، الأستاذ في القانون الدولي والخبير في الشؤون الأمريكية من واشنطن.